مرة أخرى بأؤكد ما تفضل به زملائي من وجودنا لهذا الاجتماع الهام خلال هذا المنعطف الخطير، وما تنبئ عنه هذه الأزمة من تفاقم للأوضاع وعدم قبول استمرار التصعيد في الأعمال العسكرية المطالبة بالوقف لإطلاق النار الفوري والمستدام حتى تعفى المنطقة من ويلات الصراع واتساع رقعته. نحن ندين كافة أشكال استهداف المدنيين، أي مدنيين، لا نجد أي مبرر لتحمل الضمائر العالمية لمثل هذا الكم من المعاناة للمدنيين الأبرياء، وضرورة التوقف التام عن كل ما يخالف القانون الدولي الإنساني وقانون والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان. نحن نرى ضرورة البعد عن ازدواجية المعايير ومراعاة حماية المدنيين وأن توصف الأعمال وتسمى بأسمائها. لا يمكن أن يستمر التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني تحت أي ذريعة، ولا يبرر الدفاع عن النفس وهو مبدأ في ميثاق الأمم المتحدة، وأن يخرج عن الإطار الشرعية ليأتي إلى مستوى العقاب الجماعي والإساءة إلى هذا الكم الهائل من المعاناة للمدنيين الأبرياء. ضرورة العمل على احتواء هذه الأزمة، الرفض الكامل لما هو يعد من جرائم الحرب فيما يتعلق بالتهجير، وضرورة العمل على تجنب أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الجوار. فالشعب الفلسطيني متشبث بأرضه، متشبث بحقوقه، ولن يتنازل عنها ولن تتنازل الدول العربية عن هذه الحقوق المشروعة. It is our objective. إنه هدفنا هو احتواء التصعيد، ونحن ندعو ونحث مجلس الأمن على التحلي والاطلاع بمسؤوليته وفقا لما حدده ميثاق العمل والعمل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم الحماية للمدنيين كافة. مرة أخرى ندين استهداف المدنيين جميعهم، ونعتبره أمر حتمي على المجتمع الدولي وأن طلع بمسؤوليته للتعاطي مع هذه القضية وفق القانون الإنساني، كذلك مثل ما فعلنا في قمة القاهرة للسلام، أننا ندعو لعقد عملية سلام بناء على حل الدولتين، ونحن لا نتعاطى ولا نطلب فقط حل الدولتين فحسب، ولكن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لديهم الموارد اللازمة لذلك والوسائل اللازمة لذلك، لما أصبح الآن تخوف وقلق من قبل المجتمع الدولي وطلب المجتمع الدولي وقف هذا الصراع والعمل على حل الدولتين معا جنبا إلى جنب في سلم، وهذا هو ما نتوقعه.